كنت متوقعه النهارده النظر الطعن اتاجل، بتفسري ده بايه؟ يعني ايه النهارده كان المفروض القرار فصل ينزل فصل النقط؟ اه مش كده. كان شعورك النهارده بعد ما اتاجل، يعني شايفه انه بيتم التاجيل كل شويه، شايفه ده ازاي؟ انا مش اعلم القضاء. لا تعليق على احكام القضاء ولا تعليق عليها. يعني يا جماعه تاجيل كل شويه ولا حاجه؟ ده تمام. النهارده نظر طعن بالنقط، ده اول نظر طعن بالنقط. ايوه اول مرة. مره بس ما عنديش لا تعليق، ما اقدرش اتكلم بالظبط. صح صح. بتقول ان هي وصفه في القضاء المصري ولا كلام؟ اقول حاجه، كان عندك امل او انها يتم الحكم فيها؟ واطمن الراي العام كله تمام بره وجوه. رسالتك للراي العام كل... طبيعي يا حاجه ماجده، رسالتك للراي العام يا حاجه ماجده. انا هقول لهم الراي العام، انتوا دعمتوا قضيه بنتي ودعمتوني، ومش قاعدين كلكم دلوقتي عاملين على التليفونات وعلى المواقع تشكروا ان انتوا سهرانين من امبارح عشان تطمنوا. حالتك 21 شهر منتظره النظر بالطعن بالنار، يعني حالتك كانت في الفتره دي عامله ازاي؟ يعني انت منتظر طبعا بتنامي؟ لا طبعا، وباين على وشي على فكره، مش محتاجه كلام. ايوه فعلا مش محتاجه، مرهقه. انا مش محتاجه، انا من اول امبارح ما شفتش النوم بعيني، بحلم باللحظه دي، بحلم بالحته دي. زرتيها كم مره؟ انا كل جمعه على طول بزورها، واول يوم العيد ده اساسي. حضرتك تقربي لها، تقربي شيماء. ان شاء الله حق ماما في الجلسه الجايه هيجي لك القضاء المصري المحترم، هيديهولك ويديك كمان كواحده خدوها اثنين مفتريين سفاحين قتلوها. ربنا ان شاء الله. حاجه ماجده تقولي ايه دلوقتي؟ ولد شيماء فين؟ مين؟ والدها. لا ده مش والدها، ملناش علاقه. اه ده مش والدها، انا اللي والدها، وانا اللي امها، وانا اللي اختها، وانا اللي كل شيء. درك البق وقال انا جاي. الناس هو الواتساب يا حاجه ماجده، الناس اللي جت تنصره النهارده تقول ايه؟ اخو شيماء هياخد مؤبد ان شاء الله. حاجه ماجده، الناس اللي جت تنصر النهارده المتهمين بتقول لهم ايه؟ انت بتروحي على القبر بتكلميها ايه؟ بتقولها ايه؟ بعتبر ان هي اللي اتجوزت الشخص ده. حاجه ماجده، الناس اللي بتنصر المتهمين وجوم النهارده تقول لهم ايه؟ بينصروا المتهمين. خونه زيهم. اه خونه زيهم، خاينين. اه المفروض اللي زي دول ما حدش يسال فيهم. اه لانهم قتله. اه وقتلوا بنت بدون وجه حق. وبعدين عيله ايمن ما بتجيش، اللي بيجي اهل حسين الغرابي. اه والواد الاراجوز ده اللي اسمه ابراهيم طنطاوي. ما علينا. اه حاجه ماجده، انت يعني قولي لنا كده حبه تقول ايه يوم بعد تاجيل الحكم؟ قولي لي انت زعلانه من شيماء بعد تاجيل الحكم؟ بتعاتبيها في ايه؟ اعتبر ان هي برضو انا قلت لها ما تاخديش الراجل ده على فرق السن بس. بس ما كنتش تعرفي ان هو وحش كده خالص، وانا لو اعرف انت او انت تعرف انت هتحصل لها كده هتربى. قولي لنا كده، رايك كيف قضاء اليوم؟ رايك كيف قضاء اليوم؟ المتابعين يا حاجه ماجده، رايك كيف قضاء اليوم؟ دايما بينتقد بقى على حاجه ماجده. قول لي خليك مكاني، اعمل ايه؟ مش بايدي لا اقدم ولا اخر. قرار وزيه على راسي. بس انت يعني كان نفسك النهارده يكون رفض تام لجمهوريه النقد؟ كنت اتمنى. الراي العام بينتقد حضرتك في بعض الحوارات، بيقول ان حضرتك ما كنتيش يعني في تواصل ما بينك وبينها لفتره كبيره. ردك على الكلام ده ايه؟ لا دي علياء الواطشه والبت هوده بتاعت الدعاره دي. اه اللي بيتكلم في الحته دي هم جزء هم الاثنين دول. ما علينا بقى من الناس دي. اه ما علينا، يعني ده الموضوع بتاعك. وحرم التكاتك ايه يا بجلال؟ كلمنا كده. اعتقادك شايفه قضيه شيماء جمال راحت فين؟ انا عايزه حد من الراي العام. انا ناس جايه لي من الازهر، ناس جايه لي من الصعيد، وكلكم شفتوهم. اه ما مش عايزين يطلعوا اعلاميا، لكن انتوا شفتوهم على ارض الواقع. احنا معاك الالفا المخالفه للحسن. انا من الخارج ده عمل ليه في القضيه دي؟ ده عمل بالتليفون بالكلام، مش ده عمل بحاجه ثانيه. ايوه وشفنا اليوم موقف على ارض الواقع، يعني عارفني مكالمات. لو اقول لك مكالمات. ايوه على راسه ويشكره. شفنا النهارده موقف على ارض الواقع، ده عاملني بالتليفون على راسه. ابرز رؤساء الدعم مات لك ايه؟ اكتريتها السعوديه ودبي. بيقولوا لك رسائل الدعم بقى فيها ايه بقى؟ ايه المكتوب فيها؟ اخبارك ايه؟ حضرتك عامله ايه؟ وصلت القضيه لايه؟ هل فعلا هيتعدموا ولا لا؟ هل فعلا القانون عندكم هيعدم مستشار؟ هو ده الاسئله اللي انا بسالها. بترد تقول لهم ايه؟ هو كده فصل. بترد تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا عندي قانون المصري وانا متابعه ليه وعلى راسي من فوق، والقانون المصري هيجيب لي حقي انا وبنتي.
وبنتها معايا النهارده بقى حاجه ماجده. نعم هي معايا على طول كل يوم كل يوم والله. اخر حاجه بقى بينك وبينها كانت ايه؟ اول امبارح امي يا ماما الحق جنى بتتكلم في التليفون. جنى بنتها قمت خدت التليفون فعلا من جنى. يعني جت كانها والله والله العظيم يعني بتكلمك على طول في المنام وبتشوفيها على طول على تواصل دايما كل يوم كانها عايشه معاك. اتفضلي يا ماما. اتفضلي. لو هي سامعاني دلوقتي تحبي تقولي لها ايه؟ اسالوني يا جماعه كل واحد سؤال عشان اقدر اقاوم لان انا ممكن خلاص انا زوري. لو هي سامعاكي دلوقتي طيب احنا هي دلوقتي شايفانا وسامعانا وشايفه زميله وشايفه الراي العام وحاسه بكل حاجه. تحبي تقولي لها ايه؟ هي ماتت جسديا لكن ما ماتتش روحيا. تقولي لها ايه؟ روحها موجوده. حابه تقولي لها ايه؟ انتوا شايفيني انا ايه؟ اقدر اجيب لها حقها ولا لا؟ في رسائل دعم من قبائل مصر مدعماها وواقفه جنبها وسنداها ومتبهدله من اتنين خونه بس برضه انا مستحمله لحد ما اجيب بنتي. في زمايلها الاعلاميين حد بيتواصل معاكي منهم؟ زمايلها الاعلاميين ما كلكم انتوا اعلاميين وانتوا زمايلنا. حاسين ان الحاجه ماجده يعني بعد كل القنوات اللي اشتغلت فيها مدعماني. حاجة ماجدة سؤال مهم عشان رأي العام دلوقتي كله في مصر والوطن العربي هيقولوا هو كل شوية تأجيل ترد عليهم تقول لهم ايه؟ هقول لهم ده قانون وده قضاء ما خرجناش بره القانون. لو خرجوا بره القانون كان يبقى فيها أسئلة تانية. إنما هم بيعملوا معاهم المحامين بتطلب منهم كل ما هو داخل حاجة قانون فالقضاء بيسمع لهم. يعني حاجه ماجده راضيه على قرار اليوم حاسس ان في حزن يعني في عينيكي بعد قرار التأجيل. ولو بس راضيه كنت بتتمني ان اليوم القصه تخلص حاجه ماجده 8 7 التأجيل ان شاء الله بس كله خير. يلا كلنا ورا بعض. يلا بينا على هناك.